وبعد مدة من الفراغ القانوني الذي تسبب به اختيار المحافظ وتجاوز تلك المرحلة الصعبة وتصويت المرشح حزب الجماهير الوطنية بدر الفحل، تمت اليوم عملية التسليم والاستلام بين المحافظ وكالة عمر شنداح والمنتخب بدر الفحل. وأكد رئيس مجلس المحافظة عادل الصميدعي أن جميع أعضاء المجلس يعملون معا من أجل البدء بالمشاريع الخدمية وتلبية مناشدات واحتياجات الأهالي بمختلف القطاعات. اليوم 14 رمضان، وكما قال الشاعر ال14 يكتمل البدر، فجاء الأستاذ بدر الفحل إلى المحافظة بعد أن حصد الثقة من مجلس المحافظة. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون فاتحة خير على المحافظة، وأمنا كبير في الأخ بدر أن يحمل الراية، راية الإعمار، راية الإصلاح، وأن ينطلق بهذه المحافظة إلى بر الأمان. المحافظة بحاجة إلى جهود كثيرة، اليوم بحاجة إلى جهود المجلس، بحاجة إلى جهود المحافظ، ولا بد أن نعمل بفريق بروحية الفريق الواحد، المجلس والمحافظة، حتى نحقق المبتغى والهدف من تنصيب المحافظ. أكيد الإيد الوحدة ما تصفج، المحافظ وحدة ما راح يقدر يسوي شيء، لكن المجلس، المحافظة مع المحافظ، مع الأخوة بالمحافظة، النواب والمعاونين، إن شاء الله نصل إلى مبتغانا. تم صباح هذا اليوم إجراءات استلام وتسليم للسيد المحافظ المنتخب من مجلس محافظة صلاح الدين لإدارة محافظة صلاح الدين في الفترة المقبلة. حقيقة كانت المؤشرات إيجابية، خصوصا أن كلمة السيد المحافظ مشكورة أشار إلى توجه عام في إكمال متطلبات الخدمة لأهلنا مواطني محافظة صلاح الدين في كل أنحاء المحافظة، وتحديدا وبأهمية كبيرة أيضا مركز المحافظة. هذا اليوم تعتبر بداية مرحلة جديدة مهمة في حياة محافظة صلاح الدين، خصوصا أن اليوم مجلس المحافظة بأغلبية مطلقة صوت للسيد المحافظ الأستاذ بدر محمود الفحل في هذه المرحلة، وبالتالي هنالك حالة من التفاؤل اليوم يشهدها شارع صلاح الدين على هذا المستوى العالي من الانسجام في هذه المرحلة. وبالتأكيد الهاجس لدى الجميع سواء إدارة المحافظة وإدارة المجلس اليوم هي تلبية طموحات مواطنينا في صلاح الدين وتقديم الخدمات اللازمة التي تليق بأهلنا في محافظة صلاح الدين. اليوم بعد عناء طويل وفترة توقف كبيرة بموضوع إدارة المحافظة، وبعد تصويت مجلس المحافظة بالأغلبية ب 13 صوت للأستاذ بدر محمود الفحل، اليوم تسلم مهام عمله كمحافظ صلاح الدين وبحضور السيد رئيس المجلس وأعضاء المجلس. والحقيقة هذا يعني مؤشر كبير، مؤشر يؤشر أنه إدارة المحافظة سوف تعمل مع إدارة المجلس بتعاون كبير من أجل تقديم الخدمات في عموم المحافظة. تعرف جنابك صلاح الدين بحاجة إلى هكذا يعني همة وتعاون بين إدارة المجلس وإدارة المحافظة. واليوم السيد المحافظ حقيقة أعلن خلال كلمة يعني مختطفات من كلمته أنه سوف يكون الدعم في يعني 50% يعني ما ذكر السيد المحافظ لمركز المحافظة أو قضاء تكريت اللي هو يعتبر عاصمة صلاح الدين، كونها هي تمثل الواجهة الحقيقية لمحافظة صلاح الدين. وأيضا سوف يكون اهتمام كبير في الخدمات في عموم قصبات المحافظة. من دورنا احنا يعني نبارك لسيد المحافظ، نتمنى أن تكون إدارة المحافظة تعمل بشكل جيد.